السلام عليكم ويا مساء الخير، كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ صلوا على النبي يا جماعة الخير. ما شاء الله تبارك الله يا عرب يا الربع. ما عندي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك يا ابو؟ وش هذا؟ جايب لك بقلاوه يا خالد. العافيه والله تخوفا. كفو، ابغى اخذ بقلاوه تبي انكس. لا لا خلاص، خوفت انا ابو خالد. خلاص مل على قلبك يا ما شاء الله. كيف حالكم؟ طيبين؟ يلا يلا متقهوى. الله يحييك يبجيك. مره واحده بقلاوه، مره واحده. اعوذ بالله، كلام كليم. صب 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 قهوه يا شيخ، خلنا ناكل احنا جسي. يلا اي والله ابو خالد ساكن واقف ما عنده وقت ابد. عاش والله اصيل. عيش يا حبيبي يا ملا العز. ان شاء الله. فنجال ايش هذا؟ فنجال البقلاوه. فنجال بقلاوه. فنجال بقلاوه. يا سلام. حي على الصلاه. اصيل بسالك سؤال. سم. ما تسم، وش في صفه خذيتها من ابو خالد؟ الكرم والطيب والجود والاخلاق. هذه كلها صفات خذيتها من فيصل. كلها صفات الزينه ما اخذها من ابو خالد. يا سلام. وانت ابو خالد ايش في صفه خذيتها من اصيل؟ الدلاخ. اما ايه الدلاخ. والله اتجه معك معك حق انت. فك دلاخ انت ابو. لا لا لا. وش السالفه؟ جيب لنا غدا. غدا الساعة 5 عادي، لو الساعة 7 الصبح ما هي مشكلة. مش الناس. عاش عاش والله على المزيكا. الله عافو. تغدى ابو خالد؟ ها؟ اي والله. الساعة 5 ما يخالف. نقمي. واضح اللي جعان. يلا يلا غالي. انا متغدي انا خالص. متغدي؟ الساعة 5 يا رجال. قوم يا رجال اقول. قوم يا رجل. لا لا متغدي خالص. على العافية يا عيال. لا يطلع كبرياءك يا ولد. ولا جال اكل قوم وكل. ايه وافقك الخير وافقه انا اشهد. قوم قوم ايش عمرك يا حبيبي؟ لا والله ان شاء الله ما هو فايت نشين. ها ان شاء الله. يا ابو خالد. اي يا ابو خالد قول يا عيال. اي والله هو يقول. هو يقول بو هذا قال بنقنق معاكم والله هو ياكل عشانه. يا والله يعلو عافية يا عيال. يعلو الذ من طعمه ومطرح ما يسري يمري. العقاب اللي على راسك كلها شكله ما جرب العقاب. الله يا جماعة الخير، انا بس ودي اوريكم المنظر عشان تدرون اني انا مضطهد باستراحة. العيال ياكلون ويتغدون ما يخلوني. بعد ما يخلصون يقولوا تعال كل، ولا احيانا معك. يا ولا احيانا احيانا ابو خالد يا عيال ياكل الغدا كله ما يبقي لي. تكتب وتكتب لين تكتب عند الله كذابه. لا تكتب. قلنا لك قوم عزمناك انت. يبي لك خلاص شيء. وش تبي يعني؟ لازم نحطه. لا والله يعني. يا هلا والله ابو خالد. يا هلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. عندي لك مسابقه. وش؟ وباح جوائز. يا سلام. وباح تصويت. ايوه. وامور طيبه. عز الله انك طيب وما يطلع منك. الله يعزك لك انت ولا الشباب. كفو. بس اول شيء كفوك الطيب. بس اول شيء بسالك سؤال. ان جاوبت بايه فانت مشارك بالمسابقه ان شاء الله. ايه اصبر، ان جاوبت بلا فانت انت معانا. وش السؤال؟ كيفك بالشعر؟ ايه. يعني زين بالشعر؟ يعني يطلع منه. يجي منك. يجي يا سلام. يا معانا جاب المسابقه. وانت شلونك بالشعر؟ لا ممتاز بالشعر. اعجبك تعجبك ابد. شاعر ومعروف عني بالاستراحه اني شاعر برا الاستراحه. واسال عني. معروف عنك؟ معروف عني اني شاعر. معروف عنه هذا؟ ايش معروف عنه؟ معروف عني اني شاعر. لا هذا معروف انك هذا. لا هذا معروف انه شاعر. خل عنك. اول مره تسمع به؟ اول مره واخر مره. لا لا ابشر ابشر اتضمن معكم بالمسابقه. يعني تنضم؟ انضم. يا سلام. عمو زيك شلونك بالشعر؟ حليل. يجي منك؟ معكم. يا سلام. يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين العيال كلهم اعترفوا انهم شعار. شعار ما فعليك. بشرح لكم طريقه المسابقه. المسابقه يا جماعه الخير بسيطه وسهله جدا. اللي بيكتب لي بيتين من هنا لين ما نطلع من الاستراحه اليوم
بيكتب لي بيتين ويرشحونه المتابعين انه افضل بيت شعر له 200 ريال. اقول ازهلا على كل بيت 100 على كل بيت 100 يا سلام يا عيني. ريح انت ماشي؟ لا ماشي انا اعطيك الجائزه اللي على قول عصر مخي عشان 200. كم اللي جوزك؟ كم اللي جوزك ابو خالد؟ قل 500 قل الف. والله تعصد تبي اصدق ابو خالد صعب ولكن انا عادي اي شيء. 500,000 والله واجد واجد على بيتين. لا 500 المشكلة اني ما اثق بامكانياتكم انا ولا ودي اقول يعني لو يطلع مني كم شين ابشر بالقصيدة اللي بعصر مخي لين ما اطلع من مخي قصيدة هذه هي بس انا وهاقع على قولتهم بيت يعني جزل خلي اشتري منك كم ما يخالف بس حد لا ما بيت قصيدة يا غالي ما تبيع مسجد يعني 200 ما ترضيكم لا خلاص عاد نكنسل احنا المسابقه لا لا ما نكنسل لا يا حمه يا جمه ها نكنسل انا ما معلم 200 يا عيال 500 يا رجل 200 خلاص 200 انا راضي عندي مسؤوليات انا عندي التزامات عندي والله يا عيال والله راضي 200 والله راضي يا ولد انت لو اقول لك 10 ريال 10 ريال معك 10 والله عشان بس تكون بالصوره قول لي لا اله الا الله قول لي لا اله الا الله الجائزه مني يا عيال ما في راعي يعني مستقبلا لو تطورت وانت بالشعر وصارت المسابقه هذه رسميه عندنا بسناب بتكثر الجائزه ولا لا؟ راح يكون في راعي يرعى بس هالمسابقه هذه واللي بيفوز بياخذ الجائزه هذا اللي من اليوم انا فاهم فيصل بعدين 200 ريال انا حاط 200 ريال ترى ما هي قليله والله ما هي قليله 200 عشا 200 هذه تعيشك 700 عشا 700 عشا 700 عشا يعني ما ادري يعطونك مجانا شكله فا 200 يعني 200 يعني حلو قابل ولا بلغي يا مسافر؟ يلا 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 لا لا كلنا قابلين قابلين كلكم قابلين اي والله اجل اسمعوا لا الليله كل واحد يعصم اخو يا سلام يعطيني بيتين شعر حلو واخر الليل باذن الله بنسوي تقييم ونسمع من كل واحد قصيده البيتين الشعر زين وافضل قصيده يقيمون عليها المتابعين راح يفوز بالجائزه بس عندي سؤال بسيط اسلم نقصد بشيء معين ولا القصيده اللي تجي حر حبيبي اللي تبي كذا انا مروق يا سلام عليك يا سلام جاهزين جاهزين بسم الله سلام يا سلام ما شاء الله عصي ما في احسن من هالجلسه ها والله ما في احسن من هالجلسه يا سلام ما شاء الله ابو خالد قصيدتك جاهزه اي ان شاء الله عاش قصيدتك جاهزه قصيدتي انتظر الميدان بس يا سلام الميدان تنافس به انافس به كفو تعبث ابو خالد ايش والله ابو خالد يقول الشاعر يا كلب شب النار يا كلب شبه الكلب الله وجهك على المروة جيران وش يصيل؟ اقول الحلا للبارح وينه؟ بقي من الحلا كليته كله يا اللعافي 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 وش حاسده انت؟ لا ماني حاسد لا والله بس انا خفت انه يعفن بالثلاجه ايه تعال كلا كليته انت؟ اي الحمد لله يا اللعافي بعد مو حلا بقلاوه سالك تبي بعد جيب حتى بقلاوه ماشي جيب لي البقلاوه ابشر ابشر بالعافيه يا حبيبي على اللعافيه الله يعافيك اجل جازك هالحلا اي والله ايش بلا؟ تقزعل لا لا ما زعل لا كليت بس يا علو لد من طعمه يا رجل حلو هلاك ماني زعلان زعلان انت منها لا ماني زعلان حتى ايش بلاك تصبخ الباب تو بس اني قلت الحلا الحلا اللي امس يجلس يومين حلي عليه امس واليوم ويمكن بكره ما توقعت انه اصير حلاك حلو عشان كذا كليته لو مو حلو ما كليته عساك بالله اي والله فنان بالله عجبك الحلا اللي انا مسويه والله فنان يا شيخ بالعافيه اقهويك عاش باللي يقهويك هل حالي بعد هاي يا العافيه لا دايت ايه دايت ايه يا حبيبي صلي على النبي كده في قلبك دايت ايه الاكل ده يا حبيبي متعه لذة من لذائذ الحياه الكبرى على راي الفنان يحيى الفخراني دايت ايه سعرات حراريه ايه لو شخص طلب منك نصيحه لتعزيز ثقته في نفسه وش النصيحه اللي راح تقدمها له اكتبوا لي بالكومنت وانا بسالها يا ابو خالد يا هلا شخص طلب منك نصيحه لتعزيز ثقته بنفسه ايه وش النصيحه اللي راح تقدمها له النصيحه هذه قد سمعت ضاري يقول لك كن قائد فالتاريخ لا يكتب الجنود الله عليك نعم وانت اصيل انا اقول له سوى الصح وما عليك من كلام الناس
جميل. وانت عم مزيكا قولوا ثق بنفسك، خليك واثق بنفسك. ألف ألف مبروك للنشامة الأردن على الفوز، ما شاء الله تبارك الله، تستاهلون، فعليكم التوفيق يا رب. والله إني مبسوط والله نشامة. إي والله إنهم نشامة. نشامة يا بعد حي. إي والله والله كفو. خذوا حقنا. خذوا حقنا ونعم كفو هذا الأردن. فازوا على اللي فاز علينا. إي يا من العز. عاش والله والله إن سعيدين فوزهم. أم مزيكا. يا هلا بك. نبي رسالة اليوم. رسالة اليوم يا ضاري. لا تجعل ساعة الغضب تهدم أو تهدم سنوات المودة اللي بينك وبين من تحب. تحصل ساعات فيها غضب، ساعات تخرج من الإنسان كلمات لا يقصد الإساءة في معنى الكلمة، لكن ساعة غضب، فهذه الكلمات قد تهدم علاقة. في هذه الحالة تذكر هذه السنوات اللي بينك وبين هذا الشخص من مودة ومعزة، تمشي هذه الكلمات، تمشي هذه ساعة الغضب، فتحافظ على العلاقات. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فرسالة اليوم لا تجعلوا ساعات الغضب تمسيكم سنوات المودة. بدأت المسابقة يا جماعة، الشباب جاهزين، بنشوف من يفوز بالمئتين، ومنه راح يكون شاعر الاستغاثة بإذن الله. أبو خالد ولا أصيل ولا عمو الزيكة، راح نصور كل واحد لحاله. بسم الله. أسلم أبو خالد. تسلم. يقول والهان وجيت كالطمة، مر اسمك على بالي مثل عادته بيضمن وفرش لها الورد بستاني. أسلم عم الزيكة. يقول البارحة على ضوء القمر مرقى، وجسمي غدا لين العود يرجف، ما هو بخوف البشر من الذياء، لكن برد الشتاء في حائل خوف. الله. أسلم أصيل. يقول أنا العزيز اللي ما يرضى بالخضوع، الله، رافع مقامي فوقها ما تسحب، مشكي أنا للناس لو كنت موجوع، واقف خصيم اللزما ما انسحب. الله. سمعنا قصايد الشباب يا جماعه، وحان الان وقت التصويت. بنزل صور الشباب اللي تشوفونه يستاهل يكون شعار الاستراحه، صور شاشه على صوره، اكثر تصوير شاشه هو الفائز. التصويت باذن الله ما راح يظلم احد. اول اهلنا والبيرق الا نرفعه ان شاء الله. كفو. صوتوا لي يا الربع. الأولة دايم لنا من غير. وخلال 40 دقيقة يا جماعة الخير جانا التصويت، وشخص واحد هو الفايز، هو شاعر الاستراحة عن مزيكا ممكن يكون، ولا أصيل ولا أبو خالد. من تتوقعون يا شباب انتم؟ اها، اعطوني توقعكم من صاحب القصيده الجزله. انا فايز. يستاهل. تستاهل فايز. يستاهل. ابو خالد ما تكلم. والله ما ادري. تتوقع مين يا ابو خالد؟ والله ما ادري. اصيل قصيدته قويه. قصيدته قويه. ايه يا سلام. الله عليه. التصويت جانا يا جماعه الخير، وصاحب اعلى تصويت من المتابعين، ألف 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 مبروك أصيل مبلع. يا سلام. ألف مبروك. ألف مبروك يا شاعر الاستراحة. 200 ريال مقدمة للشاعر الجزل. أنا مستغرب صراحة، هذه عاداتي وتقاليدي يا سلام. على الأشياء هذه فوز. هلا والله. الحمد لله الحمد لله. القصيده وش بلاك ابو خالد؟ اتحداه ان القصيده له. شفته مشوار يا هان اللي قال يعني قصيده لي. قصيده لي. اي لا حاله بيزمتك النميلي حطه بذمتي. اي بذمتي. افا افا. لا بذمتي. شايف انا داخل يا هو واحد مرسل له اياه ولا سارك. اهم شيء فزت انا معك. اوه في غش. في غش. لا ما في غش. انا تروح الجائزة المركز الثاني. طيب طلع لي قصيدة هذه، ابحث كل المواقع، واذا لقيت القصيدة هذه تعال حاسبه ما لي شغل. انا اجيب لك قصيدة حصرية. اعترف من اللي مرسله لك. ما هي منك. لا لا خلاص ما هي منك. القصيدة حصرية. القصيدة حصرية ان شاء الله. يمكن مساعد ابو خالد. ما يصير ما يصير، احنا جبناها كذا عصرنا مخوخنا طلعناها. طبعا يا جماعة العيال ما هم شعراء، بس أصير صدمة. أنا شاعر من زمان. أنا بخالد. لا ما يصلح يا أخوي. لا تشغلنا.
مو غش ولا شيء، خلاص فزت بقى. لا لا ما يصلح، المفروض الجائزه تروح للمركز الثاني. تروح المركز الثاني؟ ايه بس تاك ماونت المركز الثاني مزيكا بعد بعد مشغلنا، ومو هو المركز الثاني يستاهل. المركز الثاني اللي يستاهل والله. لا 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 ما في ما في ما يستاهل المركز الثاني، انا اخذه. ولا فوق هذا اسمع، قول لا اله الا الله حق، عندي لك مسابقه وبحط عالميه علمية بعد واحد. يا سلام يا سلام كريم، عشان 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 ما يزعجوني. حلو حلو، يبيعطيك 100 يعني يبقى مع 100. وش شرط مسابقه؟ تطبقون الشروط وبس. قال لي فوز بين الشفريقك. ما هو يا الحين الحين قدامك 100 شيء ولا شيء تاخذ. ليه ما اعطيك اياه؟ انا مسابقه وكلام رجال هذا. كفو كلام رجال، كفو وتسابقوا معي والله لا تجيك. شوفك كذا ها. ايوه يا سلام. شوف ترى مو مطلوبه مني القصيده، جايه من عندي ترى. خلاص لا تمن لا تمن. اي بس لاني فرحان في الريح. يلا الحين كم مره يدك؟ 10 مرات. يا سلام خلاص ابو خالد سكرت على يده وتاخذ 100. يلا 2 3 2 يلا 4 يلا خلاص ما اخش ما اخش والله قصدي ايزي انا بس انت تاخذ كذا 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 اي سيده ها يلا 5 اصبر اصبر 6 7 7 باقي لك 3 محاولات 9 10 يعطيك العافية خلونا نصفق له عقب ما جاوبت. ديك جاهز؟ اها 1 2 3 4 5 6 ها سبع ثواني كم وصلنا هذا؟ 8 9 راحت. ما في شيء ما حد فات ما حد فات خلاص من عندي والله عشان بس هذه بها صديق هذه يحسى يعطيك العافية والله بفرح. انت ليش تفرحهم؟ ليش حريص؟ عشان الذمه. لغز البارح يا جماعه الخير اللي يقول ويش الشقيق اللي ما هو من فصيلتك، ما حد يشكك فيه لاقيه لخيك، الراح ما تبكيه وان جاب خدمتك، وابوك وامك قسمهم فيه زيك. الإجابة يا جماعة الخير المثل اللي يقول أخوك مخباك. أسلم خالد تسلم، يقول لغزي فخم بالحيل بالحيل لا هند لا هند، يدمج لك الألوان بيضة وملحة، بدايته رجال ونهايته بنت بنت، ويدلعونه سيد الجيم والح. أيوة الملح لا الملح والسكر مالك لو الحلا لا المر والحالي مالك لو الجمل ولا الجمل الجرجي لا الجمال لا الخيل خيل لا قربت ان ايه مزيك حوله يا جاب طرف سالفة هيوة الخيل والليل والبيداء لا تعرفني السيفين والنخلة لا مزيكة أرمعة أشماء ولا شماء خضير